مرحبا، الله يعطيكم العافية. في محاضرتنا الماضية تعرفنا على Loop Logic Structure أو Repetition Logic Structure، وأخذنا One For شكل من أشكال Loop اللي هو استخدامنا للFor Statement. حتى نذكركم بمحاضرتنا الماضية بدنا نعدل على هذا المثال الموجود أمامنا اللي راح يطبع Hello World Once، مرة واحدة فقط. الآن اللي بدنا نغير عليه اللي بدنا نطبع hello world for 10 times باستخدام الفور loop. أكيد الفور statement بتبدأ بالكيورد for، بين قوسين بتتكون عندي الفور من 3 parts، ثلاث أجزاء. الجزء الأول initialization of counter، فبدي أعرف counter integer، بدي أسميه i is starting from 1. إذن هذا الـ initial value of counter. الـ counter عندي شرط الـ condition، رح أكرر طالما عندي i is less than or equal 10، وهذا عندي الجزء الثاني. الجزء الثالث i plus plus اللي هو update value of counter، يعني الـ counter عندي في كل مرة رح يزيد by 1. الجملة الآن اللي رح تتكرر عندي اللي هي عبارة عن الـ loop body، هي عبارة عن see out و print hello world. إذن هذا اللي تكلمنا عنه في محاضرتنا الماضية. أول شيء هو عبارة عن counter based loop. Number of iterations أو loops is known in advance، يعني معروف أو محدد مسبقا من 1 إلى 10، 10 مرات، في كل مرة بيزيد بواحد ورح يطبع لي الهلو world. إذا منفذ الآن هذا البرنامج build and run، في عندي error is end line endl build and run. المفروض الآن يطبع لي hello world لعشر مرات. إذا هذه hello world انطبعت عندي لعشر مرات. اليوم رح نتكلم عن another two forms، شكلين جداد used for loops، نفس الشيء بستخدمهم للloops، وأكيد رح نطبقهم على النوع الأول من أنواع اللوب اللي هم نسميه الكاونتر بيزد لوب، عدد المرات التكرار معروف ومحدد مسبقا. الفكرة الآن عندي في استخدامي لسكند فورم اللي هو الوايل، شبيه تماما بالفور، بس الفكرة الآن عندي إنه الثري بارتس اللي هي الانيشاليزيشن والكونديشن والكاونتر مش راح يجوا عندي in a single statement. كيف يعني؟ راح أفصلهم على three statement. أول شيء بدي أغير الفور into while. الآن between while parentheses الشيء المسموح عندي فقط إنه يكون ال condition، فقط المسموح فيه يكون اللي هو الشرط i is less than or equal 10. معناته راح أغير أماكن ال initialization وراح أغير الـ increment value of counter. أكيد الـ initialization راح تيجي عندي في البداية، then control with X control with V، والـ update value of counter راح أنقلها وراح تصير عندي جزء من الـ loop body، وعادة ما راح أخليها في نهاية الـ loop body i++، بس بدي أعدل السيمي كاما في نهاية الـ statement، والشرط راح يصير عندي في while i is less than or equal 10. اذا هذا الشكل باختصار هو عبارة عن استخدامنا للwhile statement. اول شيء عملت initialization for counter، اذا هذه عندي اللي هي عبارة عن initial value of counter. الجزء الثاني عندي الcondition الشرط، والجزء الثالث update value of counter. هذه الثلاث أجزاء إذا عندي على three statement بالfor loop. It's like single statement for with three parts، نفسهم بعبر عنهم باستخدام الواي. إذا جربت الآن أعمل run build and run،
راح ألاحظ الآن نفس النتيجة عندي الهلو وورد، والهلو وورد تنفذت for 10 times counter starting from 1 و ending with 10. لو فكرنا الآن هل في أي اختلاف عندنا من ناحية منطقية بين استخدامنا للفور والوايل؟ لا، الثنتين عندي بيطبقوا أو بينفذوا نفس المنطق. في عندي initial value، بناء على هاي الانيشال فاليو بنشيك على الشرط، طالما عندي الشرط صحيح we are in process of repeating. After executing loop body we are increasing the value of counter. اكيد طبعا في الوايل عندي حرية اكثر من استخدامي للفور. الفور دائما بعد ما انفذ اللوب body we are increase the value of counter. في الوايل اكيد اذا بحط الكاونتر عندي في النهاية، في نهاية اللوب body، معناته راح ينفذ عندي في النهايه، لكن انا عندي الحريه في اني ممكن اخلي مثلا الابديت اوف فاليو اوف كاونتر بيفور اكزكيوتينج اللوب بادي. في هذه الحاله فقط غيرت مكانه، اذا بس ادخل انسايد اللوب بادي راح ازيد قيمه الكاونتر وبعدين اطبع الهلو وورد. اما غير هيك ما في عندي اي فرق بين استخدامي للفور والوايل. الوايل فيها مشاكل يمكن ما نجدها في استخدامنا للفور. على سبيل المثال في الوايل ممكن انسى statement زي الابديت value of counter، ما رح يعطيني الكومبايلر ولا اي خطأ. لكن في الفور اذا نسيت اعمل الابديت value of counter اكيد رح يطلع عندي syntax error. اذا جربت الان انفذ البرنامج الوايل من غير ما اعمل ابديت value of counter، شو الشيء اللي بنتوقعه؟ build and run. اكيد رح نتوقع الان انه الهلو وورد رح تتنفذ عندي for infinite times. ليش for infinite times؟ لانه قيمة العداد عندي ما رح تتغير، دايما i is equal to 1 و 1 is less than or equal 10، ودائما عندي قيمة الواحد اقل من او تساوي العشرة. لهذا السبب every time it will print hello world. So we are in process of printing hello world for infinite times. ليش؟ لأني ما عملت update value of counter. لاحظوا الآن لو أنا كنت بستخدم for loop، فالfor عندي فيها جزئين، هي الجزء الأول initialization، الجزء الثاني update condition. ولو نسيت الآن update value of counter شو اللي راح يصير عندي؟ build and run، مباشرة طلع عندي error. هذا الايرور expected، بتوقع الآن عندي semi comma before closing token. إذا في الفور لوب قبل ما أعمل close بتوقع الآن إنه يكون عندي semi comma حتى أضيف الآن الجزء الثالث اللي هو الأبديت value of counter. الآن إذا بنفذه build and run راح يتنفذ عندي لعشر مرات. إذا بدنا نفكر إيش الفرق بين الوايل والفور، يمكن أهم فرق عند فيهم إنه الفور من ناحية writability وreadability is much easier than while، أسهل من استخدامي للوايل. ليش إحنا بنحكي عن writability؟ لأنه لما أجي أكتب الفور statement في عندي three parts for counter based loop. لأي counter عندي ثلاث أجزاء: initialization و condition to repeat و update value of counter، كلياتهم راح اجدهم on a single statement بالفور. نفس الشيء الان readability، اذا بدي ارد اقرا البرنامج مره ثانيه، while لو كانت عندي مثلا 100 سطر اللي هي loop body راح اقعد ادور وين update value of counter. نفس الشيء بالنسبه للinitialization، يمكن اكون عملت له initialization في بدايه البرنامج واستخدمت اللوب مثلا في وسط او في نهايه البرنامج، بكون بدي ادور وين انا عملت initialization. اكيد ابسط بكثير اني اجد ال 3 parts on a single statement، اوجد هذول الثلاث اجزاء الرئيسيه للكاونتر يكونوا عندي موجودين في سطر واحد. اما من ناحيه logic ما في عندي يعني اي فرق بين استخدامي للوايل والفور، وممكن اي وايل احولها بكل بساطه ل for statement او العكس. لاحظ كمان بالفور ستيتمنت ممكن اني انشئ
loop. هذا اللوب عندي بيبدأ ب 1 وأخليها خارج اللوب. والآن في عندي الشرط i is less than or equal 10 و i plus plus كمان ممكن أفصلها وأحطها في مكان مختلف. لكن لما استخدمت الفور لوب حافظت على مكان الانيشاليزيشن وحافظت على مكان الابديت فاليو اوف كاونتر، ونفس الشيء عندي الكونديشن دائما بيكون هو عبارة عن الجزء الثاني. في هذه الحالة اكيد ما راح تعطيني ولا اي ايرور اذا حاولت انفذ البرنامج. نفس الشيء الان عندي برنامج، هذا البرنامج بيطبع لي هلو وورد فور 10 تايمز لعشر مرات. لكن اذا بنلاحظ حافظت على مكان الانيشاليزيشن. الفكرة الان انه انا بعرف انه هذا المكان للانيشاليزيشن و I need to inform the compiler انه this place as I know is for initialization، لكن انا عملت initialization خارج الفور. ونفس الشيء الان بدي احافظ على مكان الابديت value of counter، لكن نفس الشيء to inform compiler that I am going to update value of counter in another place، في مكان ثاني. لكن لو شلت هذه السيمي كاما وبس كتبتها زي كأني عم بكتب while ورحت الآن أعمل build and run، أكيد الكمبايلر بيفكر عندي إنه أول جزء هو عبارة عن الـ initialization value of counter. بضل عندي الآن two missing، في عندي شيئين مفقودين. شو هما؟ اللي هما عبارة عن الـ condition والجزء الثالث الـ update value of counter. فأكيد حتى ما يطلع عندي ولا أي syntax error I need to keep place for the other two parts. إذن الآن هذه عندي for starting from where is here initialization والupdate value of counter is in loop body i++. طب هل ممكن أكتب for وأنسى أعمل update value of counter؟ أكيد ممكن، لكن أنت الآن الفرق إنك أنت ما نسيتها، أنت حطيت هون سيمي كاما وحجزت مكان للأبديت value of counter، معناته أنت متعمد أنك أنت تعمل infinite loop ومتعمد الآن أنك أنت ما تعمل update value of counter. وأكيد إذا بنفذه راح تطلع عندي نفس النتيجة اللي هي infinite loop. So we are repeating for infinite time. إذا أرجع لاستخدامي للوايل. إذا بكل بساطة إذا رجعتها بهذا الشكل وبدل فور استخدمت وايل، والآن رح أعمل update value of counter i++. إذا هذا الشكل الثاني اللي بنتكلم عنه في محاضرتنا اليوم اللي هو استخدامنا للوايل. وايل إذا الوايل between two parentheses is our condition. Don't forget to initialize your counter before while. قبل ما استخدم الوايل بدي اعمل initialization for counter. بدي اعمل declaration with initialization. عرفته واعطيته قيمة ابتدائية. Then while between two parentheses is my condition. While this condition is true, so we are executing loop body. لاحظ انه هذا الجزء between two curly braces بنسميه loop body. و don't forget to update the value of counter. Otherwise it will go with infinite loop if this condition is true. إذا كان عندي الشرط صحيح راح أمر أنا في مرحلة تكرار، وهذه التكرار راح تكون عندي غير منتهية لما لا نهاية. إذا for والwhile بس الاختلاف عندي في ترتيب الstatements. three statements بدل ما يكونوا عندي on a single statement بالfor راح تصير عندي in three separate statements in while. الآن بدنا ننتقل للشكل الثالث. الشكل الثالث do while، نسميه do while. إذا بدي أعرف إنه do معناته في عندي set of instructions to be repeated. شو الشيء اللي راح أكرره؟ راح أحطه ضمن do block. والوايل راح تكون عندي في النهاية. إذا أول شيء بدي أشيل الوايل للنهاية. Control with X، Control with V. والآن الكود اللي راح أكرر راح أحطه في
do block. إذن do execute something while this condition is true. انتهت عندي الستيتمنت، إذا ممكن الآن أضيف سيمي كاما في النهاية. إذا هذا الشكل اللي أمامنا بنسميه do while. لاحظ do while نفس الشيء عملت initialization for counter. البلوك to be repeated is in do block. شو راح أعمل؟ see out hello world و update value of counter. متى راح أكرر؟ هي الشرط عندي طالما i is less than or equal 10. إذا الآن راح أعمل run، راح ألاحظ إنه نفس الفكرة، راح يتنفذ عندي البرنامج for 10 times، راح يتنفذ البرنامج لعشر مرات starting from 1 و ending with 10. أول مرة عندي قيمة ال i is equal to 1، إذا إيش راح يعمل لي؟ راح يطبع لي hello world وراح يزيد لي قيمة ال i by 1، صارت عندي قيمة i is equal to 2. 2 is 2 less than 10؟ Yes. So it will go again to print another hello world when new value of i is equal to 2, 3 and so on حتى نصل اللي هو ل 10. لما نوصل للعشرة، 10 is less than or equal 10؟ Yes. So it will print hello when new value of i is equal 11. 11 is it less than or equal 10؟ No. So it means terminate the loop and continue to terminate your program. So next instruction is return 0. So it means terminate your program with no errors. إذن هذه الفكرة في استخدامنا للdo while. لاحظ while for do while it will repeat بتكرر طالما الcondition عندي is true. إذن ما في عندي ولا أي اختلاف بينهم، لكن في اختلاف واحد بين while والdo while. إيش هو هذا الاختلاف؟ إذا كان الكونديشن عندي غير صحيح، إذا بدأت أنا بإنيشيال فاليو سلايك 11 والمفروض الآن عندي إذا أنا بستخدم while والقيمة عندي 11، 10 أو 11 is not less than 10، الكونديشن it should be false. So if it is false we are not executing loop body. الwhile it will check the condition first, then it will execute the loop body. Do while is different. What it will do, it will execute loop body before checking the condition, then it will check the condition. So at least it will be executed once. In all cases it will execute at least once. في كل الحالات راح تتنفذ على الأقل لمرة واحدة. لو جربت الآن the value of i is equal to 11. So do it means execute hello world, so it will print hello world. Then the new value of i is equal to 12, بتساوي عندي 12. Is 12 is less than 10? No. So terminate the loop body. إذن طبعت عندي الآن hello world for one time. إذا جربت الآن أرجعها، خليني أعمل له run أول build حتى نتأكد، build and run. بتوقع الآن hello world it will be executed once، مرة واحدة فقط. هيها hello world طلعت عندي مرة واحدة فقط. ليش؟ لأنه الكونديشن من البداية is not satisfied، لكن لأنها do while على الأقل لازم تتنفذ مرة واحدة، لأنه أول شيء بينفذ بعدين بيشيك عنا على الشرط. فأول مرة نفذ وطبع لي hello world وبعدين شيك على الشرط، فلما شيك على الشرط طلع خارج اللوب. لو جربت الآن أغير قيمة أو أرجع اللي هو الـ while structure control with v no need for this semi comma، والآن جربت عملت build and run، الآن ما انطبعت عندي hello ولا مرة. ليش ما انطبعت hello ولا مرة؟ لأنه قيمة الـ i عندي is equal to 11، وأول شيء أنا بشيك على الشرط، الشرط is 11 less than or equal 10؟ No, false. So it means terminate. إذا رح أطلع خارج اللوب وما رح أنفذ عندي اللوب بادي ولا مرة. لهذا السبب الآن ما طبعت عندي الهلو وورد. لو بدي أرجع مرة ثانية للفلو تشارت for both structures، عندي الوايل، والوايل
starting with a condition first. If this condition is true, so we are executing loop body. So check in flowchart. In flowchart, we have a condition first. So this is step number one. Check the condition. If the condition is true, then we are executing the loop body. So this is our second step. And we are in process of repeating until the condition is not satisfied. So if the condition is false, so we are going to continue in a sequential structure. What about do while? So in do, we have do block first is a loop body. Then we are checking for the condition. So step number one is to execute the loop body. Step number two is execute the condition or check for the condition. So first we are executing loop body in all cases. So at least it will be executed once. على الأقل راح يتنفذ عندي مرة واحدة. Then we are going to check the condition. If the condition is true, then we are execute loop body again. We are still in process, in cycle, until the condition is false. When the condition is false, then we are continuing with a sequential structure with the next commands or instructions in our program. إذن هذا الفرق عندي بالوايل بين الوايل والدو وايل. الوايل إذا كان الشرط مش صحيح من البداية ما رح تتنفذ عندي ولا مرة، لكن الدو وايل حتى لو كان الشرط مش صحيح رح تتنفذ مرة واحدة فقط. إيش السبب؟ إنه إحنا دائما بننفذ اللوب بادي then we are checking the condition. أكيد في أماكن رح يكون عندي استخدام الدو وايل فيها أنسب من استخدامنا للوايل أو العكس. مرات الوايل راح تكون أبسط بكثير في استخدامها من الدو وايل. دائما إذا كنت بدي أعمل أكشن أو أنفذ شيء في البداية وبناء على هذا الأكشن we are checking the condition، في هاي الحالة أنا بستخدم الدو وايل. Otherwise we are using while. غير هاي الحالة معناته إحنا بنستخدم الوايل أو الفور لوب. Let me terminate this. And let's start to have another practice. أجرب أعمل برنامج ثاني، وهذا البرنامج بدي أعمله باستخدام three forms of loop. ودائما إحنا موضوعنا للآن هو in counter based loop. محاضرتنا اللي بعدها رح نتكلم عن another types of loops اللي هو essential value based. خليني أرجع على الكود بلوك. بدي أشطب كل شيء وشو اللي الآن مطلوب مني إني أسويه. بدي أطبع أو أوجد مجموع الأرقام من 1 إلى 100. إذن المطلوب مني to find summation of all integers from 1 to 100. إذن البرنامج الآن اللي بدي أكتبه يوجد لي مجموع الأرقام من 1 إلى 100 using three forms of loop. إيش هما الـ three forms؟ هما عبارة عن الـ for، while، وآخر شيء عندي do while. So let's start. And we are starting with for. بدي أبدأ باستخدام الـ for loop. طبعا أكيد رح أحتاج أول شيء متغير عندي for accumulative sum حتى أجمع فيه المجموع الأرقام، سميته sum initialized with zero. الآن بدي أبدأ بالـ for loop، والـ for loop it will generate integers from 1 to 100. فأكيد رح تكون عندي عبارة عن counter. الـ counter is starting with 1 و ending with 100. Every time it will be increased by 1. وشو اللي راح اعمله بداخل الفور؟ راح اجمع اللي هي الفاليو اوف اي الكاونتر. So sum is equal to sum plus the value of i. راح اجمع قيمة الاي واخزنها عندي في كل مرة بالسم. واخر شيء عندي سي اوت، بعد ما انتهي من تجميع الارقام من 1 إلى 100 واخزنها كلياتها عندي بالسم، اكيد اخر خطوة عندي is to print sum واند لاين سيمي كامل. الآن إذا بنفذ هذا البرنامج build and run،
بتوقع يطلع عندي مجموع الأرقام اللي هو عبارة عن 5050. Let's try now to convert 4. بدي أحول 4 into while. إذا أول شيء عندي بدل 4 رح أستخدم while. الwhile between two parentheses شو الشيء الموجود عندي؟ فقط الكونديشن. إذا بحتاج أغير الانيشاليزيشن موقعها control with x راح أخليها قبل ال 4 وكمان بحتاج إني أغير update value of counter وأخليها at the end of loop body ال i++. والآن إذا بنفذ البرنامج build and run راح تطلع عندي نفس النتيجة 5050. أجرب أستخدم الدو وايل. الدو وايل الوايل راح تكون عندي في النهاية control with v وسيمي كاما لأنه الستيتمنت is done end of statement. والآن البلوك اللي راح أكرره راح أستخدم الكيورد do والآن راح أعمل له build and run. إذا برضو كمان طلعت عندي نفس النتيجة 5050. خلينا نجرب another example ونفس الشيء بدي أطبقه باستخدام ال three forms of loop. هذا البرنامج اللي هو عبارة عن print stars. بدي أطبع stars هذا الإشارة اللي هي shift with 8 based on user input. إذن بدي أطبع عدد stars عدد نجوم based on user input. يعني بدي أطلب من الشخص إنه يدخل عندي رقم. هذا الرقم مثلا لو اليوزر دخل عندي 10 فمعناته بدي أطبع له 10 stars. إذا دخل لي 5 بدي أطبع له 5 stars. إذا دخل لي 3 بدي أطبع له 3 stars. إذن في كل مرة بدي أطبع stars based on the user input. فأكيد أول شيء بحتاجه اللي هو اليوزر input بدي أسميه integer value input. بدي أقرأ من اليوزر cout أطلب منه أول شيء please enter number of stars عدد الستارز اللي أنت بتحتاجها. أوكي سيمي كاما بدي أقرأه بقرأه ب cn والآن بدي أخزنها في input variable. إذا بدي أستخدم ال for فعندي for loop. هاي ال for تبدأ من ال 1. طب وين راح تنتهي عندي؟ I is less than it's based on the user input ف less than or equal input وفي كل مرة عندي بتزيد بواحد. لاحظوا الاختلاف هون. إحنا دائما تعودنا نستخدم static value from 1 مثلا to 10. الآن ما راح تصير عندي from 1 to 10 راح تصير from 1 to input. It's based on input حسب شو اليوزر بده حسب شو اليوزر اللي دخله وفي كل مرة عندي value of i it will be increased by 1. شو اللي راح أعمله؟ بدي أطبع stars. إذا see out between two quotation is a star. أوكي وكل stars بدي إياهم على نفس السطر so semi comma. وفي النهاية بعد ما انتهي ممكن see out to move the cursor into new line. Move the cursor into new line يعني بعد ما يطبع لي كل stars على نفس السطر راح ينزل سطر. Let me try how to run it. Build and run. نفذت الآن البرنامج وأكيد المفروض يسألني عن number of stars. 5. So this is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Let's try to run it again. أجرب أعمل له run مرة ثانية. So what about if I need like 10? So those are 10s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. إذن هيك أنا حليته بشكل صحيح. بدي أجرب الآن أغير ال 4 وأحولها into while. هاي الفور بدل فاور أول شيء while. بدي أغير الانيشاليزيشن so control with x وأحطه قبل ال y control with v. الابديت value of counter أكيد رح أحطها في نهاية اللوب
بادي، وهي من الجزء اللي راح يتكرر عندي في البرنامج، كل مرة بيزيد بواحد. والآن بدي أنفذ البرنامج build and run. No errors. المفروض انه يطلب مني number of stars. Let me try to run it again. Build and run. Number of stars is like 4. So now we have 1, 2, 3, 4. لو بدي استخدم الدو وايل، فبكل بساطة الوايل بدل ما هي في البداية راح اخليها عندي في النهاية سيمي كاما، واللوب بادي بدي احط قبله do keywords. So this is loop body block. Now build and run. Every time we need to repeat it twice. Okay. Build and run. Okay. Now is 3. So what we are getting actually is 1, 2, 3. إذن هذه الـ 3 forms، هذه الثلاث أشكال اللي بتتعلق عندي بـ repetition structure، for، while، و do while. عرفنا استخداماتهم وعرفنا الفرق بيناتهم. تقريبا الـ for والـ while same logic. Do while is little bit different. كيف يعني؟ شو اللي بيختلف عندي عن الـ while والـ do while؟ تختلف عندي الدو وايل انه اول شيء بتشيك الكونديشن، اول شيء بتنفذ اللوب بادي، بعدين بتشيك الكونديشن، عكس الوايل. الوايل تشيك كونديشن فيرست، ذن وي ار اكزكيوتينج لوب بادي. لهذا ما تنسوا انه الدو وايل ات ليست في كل الاحوال على الاقل تتنفذ عندي مره واحده، اما الوايل ممكن اذا كان من البدايه الشرط خطا انها ما تتنفذ عندي ولا مره، لكن حتى لو كان الشرط عندي خطا في الدوال على الأقل راح تتنفذ مرة واحدة. إذن هذا موضوعنا وكل شيء بنحتاجه في الكاونتر بيزد لوب. محاضرتنا القادمة راح ندخل بتفصيل أكثر باللوب، وبنتكلم عن اللوب without counter، كيف بدي أكرر بدون ما أستخدم الكاونتر. إذا ما راح أستخدم الكاونتر معناته أنا بعتمد على قيمة، هاي القيمة راح تتحكم عندي في عملية التكرار. متى ما تحققت عندي هذه القيمة راح أطلع خارج اللوب. انتهت محاضرتنا والله يعطيكم العافية.